إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيل كده، يعني رجل أعمال، رجل من رجال الأعمال، عنده صفقة ب يعني 20 مليون دولار، ب50 مليون دولار، وهو راكب العربية الفاخرة بتاعته ومنطلق للصفقة ديت، فجأة جاله أزمة قلبية، بدل ما يطلع على الصفقة طلع على المستشفى على العناية المركزة. دخل العناية المركزة، وقف السكرتير قدام باب المستشفى، جاله التاجر اللي كان صاحبنا رايح له، قال له انا عندي صفقة معاه ب20 مليون دولار، انا لازم اقابله الوقت اهو. يقول له ايه؟ يقول له ده عنده ازمة قلبية في العناية المركزة، لا يمكن يقابل حد. يجي واحد تاني يقول انا بيني وبينه معاد مهم جدا، انا لازم اقابله الوقت اهو. يقول له ده عنده ازمة قلبية في العناية المركزة، لا يمكن يقابل حد. ليه؟ لان صحته اهم من اي حاجة دلوقتي. اخواني في الله، كلنا عندنا ازمات قلبية، كلنا عندنا مشاكل في حال قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى. والعناية المركزة اللي ربنا انقذنا بيها هي العشر الاواخر من رمضان، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. كلنا يا اخواننا مهما كان انشغالات الانسان في هذا الوقت، فانشغاله بالله اولى. النبي عليه الصلاة والسلام كان قائد دولة، كان حاكم دولة، ومع ذلك اعتكف في العشر الاواخر من رمضان. اي انسان مهما كان انشغالاته، من سيشغل عن الله في هذه الايام؟ من سيشغل عن الجنة في هذه الايام؟ من سيشغل عن ليلة القدر في هذه الايام؟ تخيلوا كده، لو واحد مننا جاله يعني دعوة من ملك السعودية، دعوة استضافة في القصر الملكي في الرياض، 10 ايام في ضيافة ملك السعودية، يعني اي حد مننا اعتقد انه لا يرفض هذا العرض. فما بالك وانت جايلك يعني جاء لك دعوة من مالك الملك سبحانه وتعالى، يعني ان تكون في بيت الله، ان تكون في بيت الله، ان تجاور في بيت الله 10 ايام، يعني من يرفض هذا العرض؟ انت لو دخلت بيت واحد غني وكريم مش ممكن هيخرجك الا وانت معاك هدية. طب انت داخل بيت الغني الكريم الاكرم سبحانه وتعالى، هل متوقع ان انسان يعني عبد الله في هذه الايام في بيت الله واثر الله على ما سواه، ان ربنا سبحانه وتعالى لن يكرمه ولن يفتح عليه؟ اخواني واحبابي في الله، اي واحد مننا لو جاله عقد عمل 10 ايام يعني في دولة خليجية بمليون جنيه لن يتردد لحظة، فما بالك يعني عقد عمل عند الله سبحانه وتعالى 10 ايام، والله اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. يعني لماذا نعتكف؟ لماذا اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني ليلة القدر عبادتها خير من عبادة 1000 شهر عبادة متصلة. 1000 شهر تصوم نهارهم وتقوم ليلهم. هو ايه الشهر اللي احنا بنصوم نهاره كله ونقوم ليله كله؟ هو رمضان. تخيل بقى 1000 رمضان، 1000 رمضان متتابعين ورا بعض، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر زي رمضان تصوم نهارهم كله وتقوم ليلهم كله، ليلة القدر افضل برضه. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 60,000 ضعف، يعني الحسنة فيها بتضاعف 60,000 ضعف، يعني الركعة ب60,000 ركعة.
يعني صفحة القرآن بستين ألف صفحة قرآن. طب ختمة القرآن 600 صفحة، يبقى صفحة القرآن في ليلة القدر بمئة ختمة قرآن. صفحة القرآن الواحدة في ليلة القدر بمئة ختمة قرآن. تخيل كده انك انت الصفحة بمئة ختمة، الصفحتين بمئتين ختمة، العشر صفحات بألف ختمة، الجزء بألفين ختمة، الجزء عشرين صفحة بألفين ختمة قرآن. انت متخيل كل جزء قرآن تقرأه في هذه الليلة المباركة كأنك ختمت كتاب الله ألفين مرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف لهذه الليلة بقى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمسها في العشر الأوائل فضرب الاعتكاف بتاعه في العشر الأوائل. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب اعتكافه في أول عشر أيام، ثم لم يجدها في العشر الأوائل أم معتكف في العشر الأواسط عليه الصلاة والسلام، ثم لما تبين له أنها في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. يعني النبي قاعد يتتبعها طول الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الاعتكاف، يعني في غير الاعتكاف كان جلسة الضحى يخلص الصلاة عليه الصلاة والسلام ويعطي وجهه للصحابة ويذكر الله وهو ينظر لأصحابه رضوان الله عليهم. في العشر الأواخر النبي ما قعدش يعبد ربنا وسط الصحابة، ولا وقف يصلي وسط الصحابة زي ما كان يفعل في قيام بعض الليالي او في جلسات الضحى او في تراويح رمضان. في العشر الاواخر النبي عليه الصلاة والسلام جاب حصيرة ولفها حواليه، احتجر حصيرا، يعني عمل الحصير كأنه حجرة كأنه اوضة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس يعني لا احد له علاقة به في هذه الايام. النبي المربي، النبي القائد، النبي الحاكم عليه الصلاة والسلام. الامر اخطر من اي علاقة بشرية في هذه الايام، الامر اخطر من هذا. ليلة القدر خير من الف شهر. الناس مع رمضان يعني نشنجية، الناس قالت نعم ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده لقوا ان الواحد يعبد ربنا طول السنة وطول العمر ده موضوع صعب قوي. قالوا طب نعمل ايه؟ عايزين حل. ننشن على رمضان، فرمضان باذن الله نقطع سجاجيد الصلاة من العبادة فنشنه على رمضان. جه رمضان وقفوا في التراويح اول يوم وتاني يوم، قال لك يا عم الموضوع صعب جدا عشان افضل 30 يوم قيام ليل وعبادة، الموضوع تقيل، طب نعمل ايه؟ ننشن على العشر الاواخر من رمضان ان شاء الله، في العشر الاواخر نقطع سجاجيد الصلاة. فجت العشر الاواخر من رمضان قال لك بس، جه موسم العبادة السنوي بقى فجوم يعبدوا، فلا الموضوع برضو صعب جدا، 10 ايام عبادة متواصل. طب امال نعمل ايه؟ ننشن على الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان. فيجي في الليلة الوترية يلاقي الامام واقف يصلي من العشر الفجر، يا عم يا الناس دي فاضية ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ننشن على ليلة 27. جه ليلة 27 برضو الموضوع بقى صعب على ناس كتير قوي، يعني الامام اللي بيصلي ده واخدنا، ده يا عم ده بيصلي الركعة يجي في نص ساعة، هو في ايه؟ ده احنا رجلنا ورمت. طب نعمل ايه؟ ننشن على التهجد بتاع ليلة 27. وبعد كده التهجد برضو طويل، فبقى معظم الناس او كتير من الناس بينشن على ركعة الوتر اللي الامام بيدعي فيها في ليلة 27. وبعد كده كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، نتقابل ان شاء الله في ركعة الوتر، في الدعاء بتاع ركعة الوتر بتاع التهجد بتاع ليلة 27 من العشر الاواخر من رمضان السنة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. اللي بينشن، الطالب اللي بينشن ممكن ينجح، ولكن لا يمكن يتفوق، لا يمكن يبقى من المتفوقين. وليلة القدر ليلة المتفوقين، ليلة القدر خير من الف شهر. يعني 83 سنة عبادة يا اخوانا، مين فينا هيعيش 83 سنة؟ 83 يعني ليلة بعمرك. تعرفين يعني ايه 83 سنة عبادة؟ يعني قرن من الزمان، يعني ليلة بقرن، كأن واحد قعد قرن من الزمان يعبد ربنا، كأن واحد قعد قرن من الزمان يصلي ويصوم لله سبحانه وتعالى. يعني 83 سنة محدش فينا تقريبا، يعني الا نادر الا يعيش 83 سنة. ولو واحد عاش 83 سنة تعالوا نقسمهم كده، هتلاقي 15 سنة قبل البلوغ، وهتلاقي 10 سنين مرض، وهتلاقي 3 4 5 سنين فطار وغدا وعشاء على مدى 83 سنة، وهتلاقي تلت عمره نوم، وهتلاقي تلت عمره شغل شغال في كسب المعاش، وهتلاقي الاتصالات والمواصلات والزيارات والعوارض والاحتياجات. في الاخر اللي هيصفى من 83 سنة
مش هيجيب 5 6 سنين عبادة، ده لو هو عبد مجتهد كمان. يبقى ليلة القدر مش ليلة بعمرك ولا حاجة، ليلة القدر لان ليلة القدر 83 سنة عبادة مشفية، يعني واحد قعد 83 سنة بلا انقطاع يعبد الله. يعني ليلة القدر مش بعمرك، ده انت لو عشت 83 سنة مش هيصفوا على 5 سنين عبادة. يبقى ليلة القدر ب20 عمر قد عمرك، ب20 عمر قد عمرك. عشان كده قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة القدر جت بعد سورة ايه في القرآن؟ جت بعد سورة العلق. يعني خلق الانسان من علق، سورة العلق اللي بتقول الانسان افتكر لما كنت حتة علقة سنتي متعلق كده في جدار الرحم، افتكر لما كنت معلق برحمة الله وانت لا تزال علقة ولا تزال معلق برحمة الله، افتكر يعني حقارة اصل الانسان. فيجي بعد سورة العلق سورة القدر، كأن الانسان علقة ولكن اللي عمل لهذه العلقة قدر في السماوات وعند الله هو هذه الليلة. كأن عشان كده بعض العلماء قال لك لسه ما سورة القدر، قال لك لانها بتخلي ليك عند ربنا قدر، لان هي بترفع قدرك عند ربنا، لان هي بتخليك تقفز عمر كامل في ليلة واحدة. تخيل بقى 10 سنين، 83 سنة في 10 سنين تعتكف فتفوز بليلة القدر، بقى 830 سنة عبادة. تخيل لو ربنا من عليك 20 سنة اعتكاف ففزت بليلة القدر بإذن الله 20 مرة، 1700 سنة عبادة، 1700 سنة عبادة في ميزانك. فعشان كده قال لك ليلة القدر ليه؟ لأنها بتخلي لك قدر عند ربنا في ليلة واحدة 60,000 ضعف. يعني تخيل قيام ليلة ب60,000 قيام ليلة يتحط في ميزانك في ليلة واحدة، 60,000 قيام ليلة. يعني ايه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ليلة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم ايه؟ فقد حرم الخير كله. ليه؟ تخيل انك انت قمت الليل كله بتاع طول السنة وراح عليك ليلة القدر بس، يبقى انت هتحط في ميزانك 364 ليلة، والليلة اللي ب60,000 ليلة راحت عليك. عشان كده يا اخواني في الله الامر خطير. قال لك لماذا سميت ليلة القدر؟ لانها هي اللي بتخلي لك قدر عند ربنا. اقعد اعبد ربنا 364 يوم وتعالى في الليلة ديت وما تعبدش، راح عليك 1000 شهر والسنة كلها 12 شهر. تخيل 1000 شهر راح عليك. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. في علماء قال لك ليلة القدر، قال لك القدر من الضيق. يعني ايه؟ قال لك ان عدد الملائكة في الارض بيبقى اكتر من عدد الحصى، فتضيق الارض بالملائكة، فتضيق الارض بالملائكة. علماء تانيين قال لك القدر اي كتابة الاقدار، اي نزول الملائكة بالاقدار. قال لك دي الليلة اللي بيتكتب فيها اقدار السنة كلها، يعني اللي بيتكتب فيها انت هترزق السنة دي قد ايه، انت هيفتح عليك السنة دي بايه، انت هتشفى السنة دي من امراض شكلها ايه، ايه الاحداث اللي هتحصل في حياتك. فتخيل بقى لما تكتب الاقدار وانت تعبد الله وانت تتنسك لله وانت تتبتل بين يدي الله. تخيل بقى لما ثمار العبادة بتاعت الليلة ديت ترفع الى الله والاقدار تكتب، ربنا ممكن يفتح عليك في هذه الليلة بايه؟ ان انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. مين اللي يقدر يحصل الفضل بتاعها؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني مش ليلة القدر ب1000 شهر، خير. يعني كل اللي احنا قلناه ده ليلة القدر كمان اعظم منهم، ليلة القدر كمان اعظم من كل ما قلنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الاواخر يحتجر حصيرا، يجيب الحصير يعمله اوضة كده حجرة كده ويظل، يعني حتى الصحابة مش شايفين النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله الليل والنهار ازاي. كان اذا اتى العشر الاواخر ايه؟ احيا الليل. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصف وثلثة، طب احيا الليل معناه ايه؟ ان الثلث اللي باقي اللي كان بينام فيه كمان بقى بيصلي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. يبقى دول اعلى ايام النبي عليه الصلاة والسلام عبد ربنا فيها، دول اعلى ايام. فمن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يقتدي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم 10 ايام في جوار الله، 10 ايام مفيش عينين بتقع على متبرجة، 10 ايام مفيش عينين بتقع على منظر حرام في النت ولا في التلفزيون، 10 ايام مفيش معصية سر واحد بيقع فيها من ورا الناس، 10 ايام الودن ما بتقعش على او بتسمع ما حرم الله، 10 ايام الواحد ما بيشوفش فيها الدنيا وفتنها، 10 ايام الواحد قاعد يتطهر لله سبحانه وتعالى. عشان كده الاعتكاف ده ياما غير حياتنا.
ناس، وياما غير حياة شباب، وياما قلب حياة ناس، وياما غير وجهة ناس كما رأيت يعني سنين الاعتكاف، يعني ان في ناس حياتها اتغيرت تماما بسبب هذه العبادة، بسبب العقوف على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. ما توطن يعني كأن المساجد دي وطنك، يعني يقول لك إيه، يقول لك بلدي دي وطني، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان المساجد دي الوطن بتاعك. ما توطن اخيرا رجعت لوطنك، كأن كل ما خارج المسجد ده غربة، عشان كده الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب، كأن واحد كان غايب، واحد في غربة واخيرا رجع لك يا رب، الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائب. وخد بالك كلمة اهل الغائب، اهل يعني كأن الاعتكاف ده ممكن يخليك من اهل الله وخاصته، كأن الاعتكاف ده انت رجعت المولاك تاني، انت بقيت من اهل الله مرة اخرى. إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. أخيرا الغربة انتهت، وأخيرا الإنسان رجع الوطن بتاعه وهو في المساجد. عشان كده إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال أنها أم سلمة، كانت مستحاضة. يعني مستحاضة؟ يعني عليها نزيف، يعني مش العادة الشهرية التي تأتي للنساء، لا، ده الحيض. أمال الاستحاضة؟ الاستحاضة ده اسم النزيف، لما امرأة يجي لها نزيف خارج هذا الأمر ده بتسمى مستحاضة. كانت تستحاض يعني على نزيف، حتى كانوا يضعوا الطستة تحتها، يعني تخيل الدم كان ينزل منها لدرجة ايه، وصممت انها تعتكف. والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري في باب الاعتكاف، وصممت ان تعتكف، وهي يعني واحدة بتنزف لدرجة انهم يضعون تحتها طست وهي تصلي من نزول الدم. يعني تخيل واحدة بتموت ومصممة تعتكف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاكم دولة وبيعتكف. الصحابيات يعني واحدة بتموت ومصممة ان هي تعتكف. عشان كده التابعين نفسهم الصنابحي لما يعني قرر ان يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر انه يهاجر ومن اهل اليمن. النبي كان مات في الوقت ده، بس كان اهل اليمن لسه معرفوش، فانطلق الى المدينة. وهو في الطريق قبل واحد قال له: ماذا حدث؟ قال له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مات من 5 ايام، يعني الكلام ده كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ب5 ايام. تخيلوا الصنابحي يسأل ذلك الصحابي عن ايه، تخيلوا يعني النبي مات في ربيع الاول، يعني الكلام ده قبل رمضان يا جماعة ب6 شهور، يعني الموضوع ده ملوش دعوه برمضان اصلا خالص، ده لسه على رمضان 6 شهور. فقال له: اخبرني عن ليلة القدر. يعني ايه؟ يعني هو بيقول انا الوقت فاتتني صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، يبقى لن تفوتني صحبته في الاخرة. اذا كنت فاتتني صحبته في الدنيا فلن تفوتني صحبته في الاخرة باذن الله. طب ايه الحاجة اللي ممكن تخليني مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ ليلة القدر، رمضان. رمضان هو اللي انا ممكن ادرك به النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا اخواني في الله، يعني العداء بتاع مسابقة الجري لما السباق بيجي في اخره بيجيب اخره، احنا الوقت في اخر رمضان خلاص، تبقاش عامل زي اللي جه ضيف، استقبله استقبال حلو جدا وتفضل وغدا وحاجة ساقعة وعصير وحلوياته، وبعد كده ما جه يمشي قال له: الباب عندك، هو بقى ايه، خد الباب وراك وامشي. يبقى ضيع حلاوة الاستقبال بسوء الوداع. يبقى احنا الوقت في وداع رمضان، نحن الان في اخر ايام في رمضان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: اياما معدودات. يعني عقد اللؤلؤ بيتعد بالوحدة، كذلك رمضان عامل زي عقد لؤلؤ بيتعد بالوحدة. لما ام تقول لابنها: يا ابني انا ايامي في الدنيا معدودة، يعني خلاص يا ابني انا بموت، يعني الحق بقى فرصة كل يوم من حياتي. فربنا بيقول لك رمضان ايامه في الدنيا معدودة، اياما معدودات، ما تضيعش ولا يوم فيه، ما تضيعش ولا فرصة فيه. فنحن وصلنا الى نهاية رمضان، ووصلنا الى اعظم ايام رمضان، ووصلنا الى اخطر حدث في حياتك كلها، وهو حدث ليلة القدر، حدث ليلة القدر. عشان كده يعني عايزين يا جماعة، عايزين نتخيل لو انت 10 ايام في يعني تجاور في بيت الله، تخيل ربنا يعمل لك ايه. تخيل كده انت داخل تتوزن اعمالك على الميزان. يا جماعة يعني العبادة اللي احنا بنعبد ربنا بيها دي، سيدنا يوسف عبد ربنا 10 سنين، ربنا اداله مصرف 10 دقايق،
هو العبادة دي عند ربنا احنا عارفين مقامها شكله ايه. فلبث في السجن بضع سنين، قعد يجي 10 سنين يعبد ربنا في السجن في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. خرج الملك لما قابله، فلما كلمه اول ما يوسف كلم الملك اخذ بقلب الملك الى الله. الملك لقى نور خارج من لسان ومن قلب يوسف الصديق عليه السلام. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اللي انت عايز تعمله اعمله، يعني اي منصب عايز تشكل وزارة، عايز تاخد وزارة اقتصاد، اللي انت عايز تعمله اعمله. يعني سبحان الله عبد ربنا 10 سنين في 10 دقايق ربنا اداله حكم مصر. يعني يا اخواني في العبادة دي ربنا بيوفر لك بسبب اعمار. الانسان اللي بيستخسر اوقات العبادة هو لا يدري ما اعد الله للعابدين من الكرامات في الدنيا ومن الثواب في الاخرة. اذا كنت انت بتقعد ساعة واحدة بعد الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى في جلسة الضحى، فيعطيك الله اجر ايه؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. وما لما تقعد 10 ايام تعبد ربنا، ربنا يديك ايه؟ اذا كنت لما تقعد ساعة واحدة من المغرب والعشاء في المسجد تعبد ربنا، صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يتكتب لك العمل ده في لوحة الشرف بتاعة البشرية، صحيفة عليين او كتاب عليين، اذا كان ده بساعة من المغرب والعشاء. وما لما تقعد 10 ايام تعبد ربنا، ربنا يديك ايه؟ اذا كان اللي يسمع الاذان وهو في بيته فيذهب الى بيت الله يلبي النداء، ربنا يديله بكل خطوة درجة ويحط عنه خطيئة. امال اللي من قبل النداء وهو قاعد في بيت ربنا، اللي من قبل الاذان اصلا، اللي مش محتاج انه يتنادى عشان يجي، ده من قبل ما ربنا يناديه وهو موجود بيلبي النداء الله سبحانه وتعالى، ربنا يديله ايه؟ تخيلين اخوانا لما يشع ابن نون ينظر للشمس ويقول انت مأمور وانا مأمور، اللهم اوقف علينا. هي الشمس عارفة يوشع من محمد من ابراهيم. لما النملة تقول لا يحطمنكم سليمان، هي النملة عارفة سليمان من احمد، من هي النملة عارفة منين؟ لما السحابة يسمع الرجل صوتا ينادي السحابة في السماء اسق حديقة فلان، الرجل اللي كان بيتصدق بثلث ماله، هي السحابة عارفة فلان من علان. لما يعني اخواني العبادة دي بترفع الانسان في الكون كله، قوة العبادة بتخلي الدنيا كلها عارفة الانسان. سيدنا داود كان بيعبد ربنا وهو شاب يسبح الله من الفجر الى الغروب على رؤوس الجبال، يا جبال اوبي معه، الابل اذا اوبت صارت من الفجر الى الغروب بلا انقطاع. سيدنا داود كان يسبح الله على رؤوس الجبال من الفجر الى الغروب بلا انقطاع. لما عبد ربنا، ربنا خلاه ملك على فلسطين وعنده 31 سنة، ربنا اتاه الملك وعنده 31 سنة. يعني الله سبحانه وتعالى يطوي لك بسبب العبادة اعمار على اعمارك، ربنا بيوفر عليك اعمار بسبب عبادتك. الانسان ممكن يستخسر ساعتين يعني يذكر ربنا فيهم في اليوم، او ساعة يقعد جلسة الضحى فيها في اليوم، او ساعة يقوم الليل فيها في اليوم، ويقول لك يعني انا بكرة عندي شغل، انا وهو مش مدرك ان الساعة دي ربنا هيديله 50 عمر في عمره من البركة ومن الثمرة ومن التأييد والمعونة. يعني سبحان الله في قول الله وأيدناه بروح القدس، قال السعدي في تفسيره قال لك روح القدس ممكن يبقى جبريل، وقال لك أيدناه بروح القدس ممكن يبقى معناها ان ربنا أيده بروح إيمانية يواجه بها الحياة، ان ربنا يؤيدك بروح من، ان ربنا يمدك بمدد من عنده. يعني قوة العبادة اخوانا بتوفر على الانسان اعمار طويلة جدا. سيدنا سليمان لما كان جالس لذكر الله بين العصر والمغرب او بين الظهر والمغرب على اقوال المفسرين، كان جالس لذكر الله وجات عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد، عرض عليه 20,000 فرس سلاح الفرسان في الجيش السليماني، عرض عليه الصافنات الجياد، فشغل عن ذكر الله او عن ورد العبادة بسببها، فطفق مسحا بالسوق والاعناق فذبحها. يعني حتى يعني لا يشغل عن ذكر الله باي شيء بعدها. طب دي الخيل وده سلاح مهم جدا، طب احنا بنشيل سلاح من ايدينا ليه؟ ربنا قال فسخرنا له الريح، يعني ضحى لله بالخيل اللي سرعتها محدودة، ربنا اداله الريح فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. يعني الانسان لما بيركز في عبادة ربنا وبيضحي عشان عبادة ربنا، ربنا سليمان ضحى من اجل عبادة الله فربنا سخر له الريح. يعني ربنا يقول لك خدوها شهر وروحها شهر، يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي غيرك يعملها في شهر انت تعملها في ساعة. الغدو ده الساعة بتاعت اول النهار، والرواح ده الوقت بتاع اخر النهار. يعني كأن المعنى
ان ربنا ممكن يبارك لك في عمرك ويأيدك ويوفقك ويسددك لدرجة ان اللي غيرك يعمله في شهر انت تعمله في ساعة واحدة. يعني طالب زميلك قاعد يذاكر شهر كامل وانت تذاكر في ساعة. الله يوفقك يجعل هذا السؤال يجي في امتحان وتسأل فيه في الشفوي. الله قادر ان في ساعة واحدة يرزقك من الرزق في التجارة بتاعتك ما رزقه غيرك في شهر كامل. احد اخواني يعني سبحان الله العظيم يعني بسبب موقف من المواقف كده في الحرم في مكة, يعني كان يعمل عند رجل وجاء موسم من مواسم العبادة او يعني الدعوة الى الله بالنسبة له, فقال للرجل انه هيذهب. المهم يعني ذلك الرجل باعه واكل عليه مبلغ كبير جدا, فرجع بلا عمل فمش عارف يعمل ايه. فبيقول لقيت فندق فاضي كده وخلاص الحج خلاص كان بدأ الـ يعني خلاص الايام الاخيرة بقى بتاعت عشر ذي الحجة. فبيقول لقيت فندق فاضي ومحدش حجز فيه. في نفس اليوم عارف ان في وفد تركي 3000 واحد رزقوا تأشيرات, يعني ربنا جابها لهم كده يعني فوجئوا بيها كده 3000 تأشيرة افرج عنهم في السفارة السعودية هناك في تركيا. وجايين وما لهمش مكان. اتصل وسط بين الاتنين بيقول لك سبت نص مليون ريال في ليلة واحدة. نص مليون ريال بس عشان الوسطة ما بين الاتنين. نص مليون ريال بيقول رزقتوا رزق السنة كلها في يوم واحد. الله قادر. الله قادر ان اللي غيرك بيعمله في سنة ربنا يدولك في يوم. ان اللي غيرك بيعمله في شهر ربنا يدولك بساعة. بس ليه? اشمعنى انت? اشمعنى انت? ربنا بيقول واتيناه اهلا ومثلهم معهم. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ربنا قادر انه يعوضك اي حاجة راحت منك. بس اشمعنى انت? اشمعنى انت? يبقى دي يا اخواني ثمار العبادة في حياة الانسان. كما قلنا مرة اخرى ان الاعتكاف ده فرصة مهولة ما ينفعش ان احنا نضيعها. ما ينفعش ان احنا نتنازل عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. سبعة النبي قال لك في سبعة بيقفوا في ظل عرش الله لما الناس كلها بتبقى مشوية في شمس القيامة في ارض المحشر. من السبعة دول واحد رجل قلبه معلق بالمساجد. قال لا طب ما الاعتكاف بيعلق قلبك ببيوت اللي انت قاعد 10 ايام اصلا في المسجد. اثنين رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طب ما ده الاعتكاف في خلوة قاعد تقرا قرآن تفيض عيناك فتصبح في ظل عرش الله. رقم ثلاثة رجلان تحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. طب ما ده الاعتكاف. انت بتجتمع على صحبة صالحة في بيت ربنا بتجتمع على الله معا ثم تفترقوا على الله بعد العشرة ايام. اربعة شاب نشأ في عبادة الله. طب ما ده الاعتكاف. الانسان بينشأ في عبادة الله. يعني الاعتكاف بيديك اربع اسباب من السبعة اللي يوقفوك في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. المساجد دي لها عواميد. فممكن واحد يعتقد ان ايه العواميد ده ايه اللي النبي عصام يتكلم عنها. فالنبي قال هم اوتادها مش العواميد الحجارة ده هي عواميد المساجد. ده في اعمدة تانية في اوتاد تانية للمساجد. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. دول مين يا رسول الله? دول اللي بيقعدوا في بيت ربنا اوراد ثابتة. يعني جلسة الضحى ثابتة في المسجد مثلا, يعني من المغرب للعشاء ثابت للمسجد مثلا, يعني اعتكاف كل سنة ثابت في المسجد. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. هم دول اللي المساجد قائمة يعني بهم او لهم جلساء من الملائكة. يعني الملائكة بتجالسهم في فترات العبادة اللي هم متعودين عليها في بيت ربنا ده ايه? لهم جلساء من الملائكة اذا غابوا سألوا عنهم. هو ما جاش السنة دي ليه? هو كل سنة بيعتكف. ما اعتكفش السنة دي ليه? واذا كانوا في حاجة اعانوهم. واذا كانوا في حاجة اعانوهم. لا ده عندهم مشكلة وعنده مشكلة والسنة دي مفضاش. فيسخر الله هؤلاء الملائكة لاعانة هذا الرجل فتجري له كرامات بالله سبحانه وتعالى. واذا كانوا مرضى عدوهم. لا ده نايم في السرير مش قادر يجي. فتذهب الملائكة لعيادتك في بيتك. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. والحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هم اوتادها. لهم جلساء من الملائكة اذا غابوا سألوا عنهم. واذا كانوا مرضى عدوهم. واذا كانوا في حاجة اعانوهم. يبقى اذا
قضية الاعتكاف زي ما قلنا يا جماعة، رجل الاعمال اللي عنده صفقة ب50 مليون دولار، الرجل ده لما جاله ازمة قلبية ودخل العناية المركزة لا يمكن حد يدخل يقابله ولو كان اللي هيعقد معاه الصفقة ب50 مليون. ليه؟ لان الامر اخطر من هذا. الازمة القلبية اللي احنا فيها، ازمة القلوب اللي مليانة بالشهوات، هنقول لا اله الا الله عند الموت ازاي؟ هنثبت باليقين في اول ليلة في القبر امام امتحان الملكين ازاي؟ كيف يا اخواني في الله سيحدث هذا؟ كيف سنستطيع ان نفعل هذا؟ ازاي بالقلوب دي هنعرض على الله اصلا؟ احنا عندنا 100 ازمة قلبية، والعناية المركزة اللي هي العشر الاواخر من رمضان جاؤوا، والمفروض ان لو وراك صفقة ب50 مليون دولار لقاء الله اولى. ملك السعودية يستضيفك 10 ايام في قصره الملكي وترفض، لا يمكن ربنا يستضيفك في بيته 10 ايام وترفض. من يرفض هذا العرض مهما كنت مشغول؟ مشغول عن ربنا، مشغول عن الجنة، مشغول عن ليلة القدر اللي الحسنة فيها ب60 الف ضعف، والسجدة فيها ب60 الف سجدة، وصفحة القرآن فيها ب60 الف صفحة قرآن. يعني قلنا ان جزء القرآن ب2000 ختمة قرآن، يعني لو قرأت لك 5 اجزاء قرآن في الليلة دي ب10 الاف ختمة قرآن. انت متخيل ان 60 الف ليلة يتحطوا في ميزانك في لحظة واحدة، في ليلة واحدة؟ انت متخيل القفزة اللي ليلة القدرة تعملها فيك؟ هذه الايام ظهرت نتيجة الثانوية العامة وتحولت شوارع مصر اما الى افراح واما الى مياتم. يعني طالب جاب 98% ايه وفرح بقى، طب طالب جاب مثلا يعني مجموعة، يعني انتوا متخيلين يا جماعة يعني الناس فرحانة او زعلانة ليه؟ بغض النظر طبعا عن الموقف الغريب اللي بيحصل في المجتمع المصري يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، اللي لما قارنه مثلا بدولة كافرة زي امريكا يوم ظهور نتيجة الهاي سكول في امريكا التي تعادل الثانوية العامة، المجتمع اللي بيتقلب ولا حاجة، الناس دي دماغها مش مقفولة، الناس دي ما عندهاش النجاح الوحيد في الحياة ان طالب جاب 99% في سنة، الناس دي عارفة ان الحياة خبرات، وعارفة ان الحياة اكبر من كده، وعارفة ان النجاح ما هوش حاجة واحدة في الحياة، وعارفة للأسف الشديد القرآن والسنة بيدفعونا مفتوح، واحنا مصممين نقفل دماغ اولادنا، ومصممين نطلع 3/4 مرضى نفسيين ومعقدين لانه ما عرفش يجيب مجموعة. هو اغنى 100 ملياردير في العالم جابوا كام في الثانوية العامة؟ هم رؤساء وملوك الارض جابوا كام في الثانوية العامة؟ هم اعظم ادباء في العالم جابوا كام في الثانوية العامة؟ هو اللي يعني اكبر مصيبة بتتعس الانسان في حياته انه يعلق سعادته على حاجة واحدة بس، اكبر مصيبة ان واحد معتقد انه لو ما اتجوزش فلانة هيعيش تعيس، ان واحد معتقد ان لو مراته مش شديدة الجمال هيعيش تعيس، ان واحد معتقد انه لو ما جابش 150% في الثانوية العامة هيعيش تعيس، ان واحدة معتقدة انها لو ما اتجوزتش واحد غني هتعيش تعيسة. ان اكبر مصيبة بتتعس الانسان في الحياة انه يقفل دماغه على حاجة واحدة ويعتقد انها سبب السعادة في الحياة فيعذبه الله سبحانه وتعالى بها. قضية خطيرة، ولكن مش ده موضوعنا، ده يعني استرسال جانبي. انما واحنا شايفين يا جماعة المجتمع المصري افراح ومياتم بسبب الثانوية العامة، ونشوف طالب هيموت عشان ما عرفش يدخل الكلية اللي نفسه فيها على نص درجة، دي نتيجة الثانوية العامة بتاعت الدنيا. امال نتيجة الثانوية العامة بتاعت الاخرة بقى؟ عارفين اهل الاعراف يا جماعة؟ انتوا عارفين مصيبة اهل الاعراف ايه؟ انتوا عارفين اهل الاعراف هم واقفين قلوبهم بتتخلع خلع مع نظرهم لأهل الجنة ونظرهم لأهل النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمين. انتوا عارفين أهل الأعراف مصيبتهم إيه؟ إن مجموع الثانوية العامة بتاع الآخرة وقف على نص درجة ما يدخلهمش الجنة، مش وقف على نص درجة ما يدخلهمش كلية هندسة ولا صيدلة، نص درجة حسنة واحدة وقف دخولهم الجنة على حسنة واحدة، مجموعهم في الآخرة ما جابش الجنة على حسنة واحدة. انت متخيل خلع القلب اللي هو فيه؟ يعني احنا ممكن نتفاعل مع الدنيا، انما ليه ما نتفاعلش مع الاخرة كما نتفاعل مع الدنيا؟ احنا ممكن نشيل هموم بعض امورنا في الدنيا، ولكن ليه ما بنشيلش هم ذلك الموقف الرهيب؟ حسنة، واحد وقف مجموعه في الجنة مش عارف يدخل الجنة، مش عارف يدخل كلية طب ولا مش عارف يدخل كلية، مش عارف يدخل الجنة بسبب حسنة. متخيل خلع قلبه؟ الحسنة دي كانت بجنيه في الدنيا، صدقة. الحسنة دي كانت بليلة في الدنيا، الحسنة دي الاعتكاف يعمل له قفزة بقى في الدنيا، قفزة لقدام كده اهو. انت متخيل انسان قعد 10 ايام في بيت ربنا عشان ربنا، انا هسيب كل حاجة عشانك يا رب؟ ده انت في الصيام سبت لقمة وبق مية عشان ربنا، ربنا قال كل عمل ابن ادم لا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ويضاعف حسنات الانسان 700 ضعف، 10 ل 700
الا الصوم ولا حتى 700. ده ما حدش يعرف درجة المضاعفة بتاعته ايه. ده لما ضحيت لربنا ببق مية ولقمة. امال لما تضحي ربنا بعشر ايام تمكث فيهم في بيت الله سبحانه وتعالى، انسان زي ده ممكن يقف قلبه يتخلع في الاخر، لان المجموع بتاعه ما جابش الجنة، المجموع بتاعه ما جابش الفردوس الاعلى، المجموع بتاعه ما جابش جنات عدن. المجموع يعني عايزين نعتبر يا اخواني في الله، وعايزين يعني نشد حيلنا في امور الاخرة. جاءت 10 ايام بعمرك كله. النبي عليه الصلاة والسلام لما ما اعتكفش 10 ايام في رمضان قضاها في شوال. يعني كأن الاعتكاف مش ليلة القدر بس، مش عشان ليلة القدر بس، ده الاعتكاف ده حتى لو راحت ليلة القدر برضو الاعتكاف ده له علل عظيمة، له علل جسيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من الموفقين لليلة القدر، وان نكون من الفائزين بها هذا العام. اللهم الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، طبعا حصل حدث خطير جدا في الأيام اللي فاتت ديت، يعني كان حدث منيف ومهيب. طبعا هو فوز ألمانيا على الأرجنتين في كأس العالم، لما كان ميعاد المباراة الساعة 9 بالليل، وميعاد نداء الله لأذان العشاء الساعة 9 لتلت، يعني 9 بالليل ديت كانت الركعة الأولى والثانية في صلاة العشاء. ويعني آثر كثير من الناس وكثير من الشباب وكثير من الخلق نداء ماتش ألمانيا على نداء الله سبحانه وتعالى، ولبوا نداء المباراة ولم يستفيقوا لصلاة العشاء أو لصلاة التراويح إلا بعد أن انتهت هذه المباراة. في اللحظة اللي اللاعب الألماني جاب فيها الجون اللي ألمانيا كسبت فيه في كأس العالم، كان 175 قتيل مسلم في غزة، كان غزة اتقتل فيها 175 قتيل. في اللحظة اللي كان شبابنا واقفين قدام التلفزيون فرحانين بالجون الألماني، كان اسرائيل بتقتل في اخواننا في غزة. بس يعني كان الكلام في هذا الموضوع ساعتها كان يبقى من باب النكد، بتنكدوا علينا ليه؟ لماذا تنكدون علينا؟ للأسف الشديد دايما اسرائيل ما بتضربش غزة او بتضرب فلسطين الا في مواسم مباريات الكورة. لاحظوها كده، اللي ملاحظ بقاله 10-15 سنة اوقات المذابح للفلسطينيين على يد الاسرائيليين دايما لازم بتبقى في كاس العالم، يا اما في كاس افريقيا، يا اما ماتش مهول للاهلي والزمالك كما حدث من فترة قريبة. لازم يكون في ماتش كورة في الفترة دي او موسم كورة في الفترة دي، لانهم عارفين ان الامة لن تضحي بالكرة من اجل ان تتفاعل مع قضايا اخوانها. يعني بيقولك في 3 تقابلوا مع بعض، فكل واحد قال لهم انا اندل واحد في العالم، والتاني يقول له يا عم روح انا اندل منك، والتالت يقول انتوا الاثنين انا اندل منكم. فقالوا خلاص نعمل مسابقة نشوف مين اندل واحد فينا. معدية ست كبيرة عجوزة بتمد ايدها الواحد بتقول له عدين الطريق يا ابني، قال لها حاضر استنوا موريكو، وقام رايح نازل عليها بالاقلام والشلاليت نيمها في الارض، ورجع قال لهم شفتوا الندالة اللي انا فيها؟ في حد اندل مني في الدنيا؟ التاني قال له طب استنى، وقام رايح لها في حسبة ان في واحد عنده مروءة جاي يساعدها، بتمد له ايدها، نزل عليها برجليك الصلاه عظمها وسابها وهي غرقانه في دمها، ورجع وهو بيضحك بيقول لهم في حد اندل مني؟ التالت نام في الارض من الضحك. قالوا له في ايه يا عم انت عملت حاجه؟ قال لهم انتوا عارفين الست دي؟ قالوا له اه. قال لهم دي امي، مفيش حد اندل مني في الدنيا، انتوا عارفين اللي بيتقتلوا في غزه دول اخواتنا يا جماعه. اكتشاف مفاجاه، دول مسلمين زينا زيهم، ده ارض فلسطين يا اخواننا، ده الارض المقدسه، ده يعني الارض اللي سيدنا موسى هو بيموت قال رب امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، لو مش هموت وانا فيها اموت وانا شايفها بعيني يا رب، اموت وهي قدام عيني يا رب. متخيلين يا اخواني في الله يعني في هذه اللحظات اللاعب الالماني بيحط الجون والشباب فرحان، واللاعب الالماني فرحان والشباب مش واخدين بالهم ان ذلك اللاعب وهو
هؤلاء اللاعبين هيجوا يمسكوا في رقبتهم يوم القيامة ويقول لهم حرام عليكم بقى احنا نبقى من اهل النار ان لم يهديهم الله، عشان انتوا قاعدين تسقفوا لنا في الدنيا بدل ما تيجوا تدعونا الى الله. احنا في رقبة مين غير في رقبتكم؟ من سيشكون الى الله ان لم يشكوا هؤلاء اللي قعدوا يصفقوا ليهم وهم عارفين ان دول على الكفر ولو ماتوا هيروحوا جهنم لان معهمش لا اله الا الله محمد رسول الله، وبدل ما ندعوهم نقف نسقف لهم ونقف نعمل تسريحة شعرنا زي تسريحتهم ونلبس التيشيرتات بتاعتهم ونقلدهم وحذو القذة بالقذة. اخواني في الله مش قادرين نشيل قضايا الامة ليه؟ اللي مش قادر يجاهد البطانية في التلت الاخير من الليل هيقدر يجاهد الاف 16 والمركافة والميراج والاباتشي ازاي يعني؟ اللي مش قادر يجاهد البطانية في قيم الليل، اللي مش قادر يجاهد نفسه في الامانة، اللي مش عارف يقعد يومين في المسجد يعبد ربنا هيجاهد؟ هيخرج يجاهد. انما مواسم العبادة تدريب على قوة العزيمة، تدريب على الرجولة، تدريب على الجدية في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. مواسم العبادة لما السيدة مريم اعتكفت واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا، اعتكفت لعبادة ربنا فارسلنا اليها روحنا. ربنا اصطفاها على نساء العالمين، ربنا اختارها على نساء العالمين، فالاعتكاف من اسباب الاصطفاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف من اسباب ان ربنا يصطفيك وان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك. عشان كده في اية المشكاة الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب من دوري. المصباح المهول ده يا رب، المهول ده نجيبه منين؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. عايزين النور ده امكثوا في بيوت الله تعبدوا الله. عايزين النور ده ما تضيعوش مواسم العبادة في بيوت الله ولا اوراد العبادة في بيوت الله. عايزين ربنا ينورها لكم، عايزين ربنا يبارك لكم في كل ساعة من وقتكم. لما الواحد بيقف في المرور ويلاقي نفسه واقف في شارع نص ساعة عشان يعدي، ويلاقي نفسه عشان يوصل من شارع لشارع جنبه بالتاكسي ممكن ياخد له يعني ساعة، الله يقول سبحان الله. الناس ضلوا بأوقاتهم على الله فضاعت أوقاتهم في أشياء عجيبة، فابتلوا بتعطيل الوقت في حاجات عجيبة جدا. سبحان الله العظيم اللي يقولك أنا مش فاضي للعشر الأواخر. طب لو العربية باظت برضو هتبقى مش فاضي؟ طب لو اللابتوب بتاعك باظ او الكمبيوتر باظ برضه هتبقى مش فاضي؟ طب لو المحمول بتاعتك شاشته اتحرقت برضه هتبقى مش فاضي؟ يا اخوانا المجهود اللي احنا بنبذله في الدين ده لو احنا بنبذله في الدنيا، لو احنا بنبذله في ثانوية عامة يجيب ايه في الثانوية العامة؟ يجيب طب ولا هندسة ولا يجيب ايه؟ المجهود اللي احنا بنبذله في العبادة ده لو بذلناه طول السنة، لو بذلناه في التجارة يكسبنا قد ايه؟ يصرف على بيت فيه كم فرد ولا فيه طالب في بياخد دروس ولا بنت مريضة ولا؟ اخواني واحبابي في الله عايزين نجتهد في هذه الايام ان شاء الله، وعايزين يعني نتعاقد مع مولانا ونتعاهد مع مولانا على عبادته في هذه العشر، فانها فرصة مهولة، فرصة الفوز بليلة القدر. ليلة القدر يا جماعة محدش يعرف هي امتى ولا حد يقدر يزعم انها ليلة معينة من العشر الاواخر. النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة اريد اني اسجد في ماء وطين، يعني علامة ليلة القدر ان انا اسجد في ماء وطين، النبي وهو ماشي ليلتها الصبح ليلتها السماء مطرت فسجد في ماء وطين. قال لك ده كانت ليلة 21، ليلة 21 جت مرة ليلة القدر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوها في الثالث في ليلة 23. عشان كده بعض السلف وبعض العلماء كان ليلة 23 دي بيديها اهتمام خاص. طب والباقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر. قال لا، يعني ليلة 25 و27 و29 يعني الموضوع. بل كمان ليلة 25 طبعا دي الليلة اصلا اللي نزل جبريل على النبي في اول ليلة قدر في الامة. اول ليلة قدر في الامة كانت ليلة 25 في ونزل القرآن ل 24 خلينا من رمضان، يعني ليلة 25. عشان كده المحدثين يقولون ان ليلة القدر 25. ليلة 27 ده جمهور العلماء بيقول لك ليلة 27، وابن عباس كان بيقول لك ليلة 27. طب والايام الزوجية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري التمسوها لتسع طبقة، لسبع طبقة، لخمس طبقة. يعني ايه؟ يعني قال لك ان رمضان لو 30 يوم بناء على الحديث ده يبقى ليلة القدر في الليالي الزوجية، ولو رمضان 29 يوم يبقى في الليالي الوترية الليالي الفردية. يعني احنا اخواننا يعني موضوع ليلة القدر ده ما حدش يعرفه،
ما حدش يرى، بل كثير من العلماء انها ليله متنقله يعني، وهذا ما يعني رؤية ولوحظ في السنوات السابقه ان ليله القدر ما هيش ليله ثابته اصلا، ما حدش يعرفه. يبقى اذا اللي عايز يفوز بالالف شهر عباده ما يعتقدش ان ليله القدر ليله بالف شهر، ليله القدر 10 ليالي كل ليله كل ليله ب 100 شهر، ليله القدر 10 ليالي مش ب 85 سنه عباده، 10 ليالي كل ليله ب 8 سنين ونص عباده. يعني نجتهد، الامر اخطر من ان احنا ننشل في العشر الاواخر. اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، فانه من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا. يا رب لا نهلك وانت رجاؤنا، ولا نضيع وانت مولانا، ولا نضل وانت هادينا. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت امورنا واصلحت بالنا واحوالنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد اعتقت من النار رقابنا وعفوت عنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد فرجت كرباتنا وكشفت الهم والغم عنا وشفيت امراضنا واديت ديوننا. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد هديتنا وسددتنا وفتحت علينا بما فتحت به على قلوب الصالحين وعلى صدور الصديقين. يا املنا الوحيد ويا ركننا الشديد، اللهم انك لن تطاع الا باذنك. اللهم اذن لنا في عبادتك في العشر الاواخر من رمضان يا رب. اللهم اذن لنا في الاعتكاف باذنك يا رب العالمين، فان من هديته فهو المهدي ومن صرفت قلبه فهو المصروف. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.